اهلا بكم مره تانية اعزائي المشاهدين ودلوقتي بنبدا لقائنا وزي ما احنا شفنا من خلال التقرير وكمان هنشوف من خلال لقائنا النهارده ازاي الست المصريه ممكن انها تستثمر اي موهبه عندها والموهبه البسيطه ممكن تتحول لاستثمار كبير ومشروع كبير تقدر ان هو تدخل منه عالم الاعمال هنعرف ده من خلال ضيفتنا اللي معانا النهارده داخل الاستوديو المهندسه مهندسه الديكور هبه امين اهلا بيكي معانا اهلا بحضرتك ازيك أه بش مهندسه صغننه وقمر كده فشيء لطيف <applause> جدا ان احنا نعرف ان واحده زيك ليها مشوار جميل جدا قدرت من خلاله ان هي تنجح يعني وتبقى متميزه في عالم الديكور خلينا في البدايه نعرف المشاهد بيكي اكتر احنا قلنا ان انت عندك موهبه ودرستي علشان تدعمي الموهبه دي احكي لنا بقى انا هبه امين مهندسه ديكور خريجه فنون جميله انا بحب الالوان جدا وبحب الديكوريشن جدا بالنسبة لي ما كانتش مجرد دراسة لا هي كانت حاجة أنا بستمتع وأنا بعملها أه كيمستري الألوان وتركيباتها بالنسبة لي أه يعني دي أفضل حاجة بقدر أحسها بحب أحس كل حاجة قبل ما أعملها علشان أتفرج على حاجة شكلها جميل مش عشان أدي شغلي جميل فكان الموضوع بالنسبة لي أه مش مجرد بس فكرة أو م. مجرد دراسة لا هي كانت حاجة أنا بستمتع وعارفة أن أنا هخرج منها حاجة مميزة الحمد فالحمد لله ربنا اكرمني. ومن الحاجات الجميله اللي انت قلتها لي كمان يا باشمهندسه انك بتحبي الدراسه، بتحبي المذاكره، ويمكن ده كان عنصر نجاح اضافي ليكي ان جنب الموهبه انت طلبتي ان انت تدعميها بالدراسه العلميه. بالظبط كده علشان كده انا فعلا التحقت بكليه فنون جميله خمس سنين وكنت بدرس في نفس الوقت كذا سنه في الاي يو سي، فلاني انا فعلا بحب الدراسه. وبعد كده طبعا اتجهت لان انا انفذ بقى حلمي في الديكوريشن. واتجهت اكتر للفرنيتشر والاكسسوارايز بتاعت الفرنيتشر من كل الديتيلز بتاعتها أه نحاسيات واباجورات وكل الفرش من اي تو زي من اول ما بيكون خشب لحد ما بيتشطب ويبقى الفانيشنج بتاعه هاي كواليتي. جميل جميل، الفكره دي ابتدت معاكي امتى ودخلتي فيها ازاي؟ يعني خلينا كده نقول مثلا انت لو حبيتي تدي نصيحه لاي سيده عصريه عايزه تبدا مشروع عندها اي ناحيه فنيه وعايزه تستثمرها كمشروع، انت عملتي ايه علشان هي تاخد دي فكره بالنسبه لها تبقى يعني ارشاد ليها؟ اول حاجه يبقى عندها اراده وعزيمه. وتبقى واثقة جدا فى اللى هى عايزة تعمله واثقة فى حلمها طول ما انتى واثقة انتى عايزة تعملي ايه هتقدرى تعملي ده وبعدين تشتغلى عليه بشكل قوى gradually آه طبعا آه سنة سنة بتحاولى ان انتى تظبطى كل اللى انتى محتاجاه حسب طبعا الظروف المتاحة حواليكى وبتحاولى ان انتى تتعلمى أقصى ما يمكن مهما كنتي تعرفي فبتواكبي كل التطورات مع السنس اللي عندك علشان يطلع فيه your character لان مهما احنا حاولنا نعمل زي كل الناس مم. لو مفيش فيش طلع في تاتش بتاعك انتي ما بيبقاش انتي ما بيبقاش شخصيتك في الشغل مم. فطبعا هي لازم تصدق حلمها وتشتغل عليه وتفضل وراه لحد ما تقدر توصل بيه للحاجه اللي هي عايزاها قولي لي ايه اكتر حاجه ساعدتك وخلتك تأد... يعني تتقدمي خطوات مهمه في المشروع ده وايه اكتر عقبات قابلتيها وبتنصحي كل سيده بتبدا مشروعها ان هي ما تخشش في المجال ده علشان ما تقابلش العقبات السيئه دي هي من اكتر المميزات ان طبعا يكون في ناس او ستاف كويسين جدا يقدروا يشتغلوا سبورت معاكي وكواليفايد فاهمين بيعملوا ايه مم. بيقدروا يقروا الافكار اللي انت بتقوليها حتى لو هي افكار صعبه مم. ويوصلوها لحاجه حقيقيه فعلا على ارض الواقع بنفس الامج اللي كانت في دماغك اصعب طبعا حاجه بقى لا ان ان الماتيريالز مثلا تبقى مش اول تايم بنفس المنظر اللي انت عايزه تطلعي بيه فتضطري ان انت يبقى يعني في مثلا أو الخامات ممكن ما او بسهولة. مثلا ما تلاقيش نفس الكالرز قوي اللي انت عايزه تعمليها وانت في دماغك حاجه بالظبط في الحاله دي لازم يبقى في فلكسبيليتي شويه عشان نقدر نروح لاقرب حاجه متوفره ومتاحه تحقق لنا اللي احنا عايزينه في الشكل آه طبعا برضو الـ الـ الستاف لما بيكون متعاون آه وبيكون كواليفايد ده مم. بيفرق كتير جدا في ان احنا نقدر نوصل لده جميل احنا عايزين نتكلم عن دور الاسره كمان يعني لان المشوار اللي انت مشيتيه ده كله اكيد ما كنتيش لوحدك فيه. اكيد سواء طبعا إذا كان فكره اكتشاف الموهبه وتدعيمها وقدرتك على الدراسه وبعد كده بدايه المشروع اكيد كان في حواليك اسره داعمه لكل الخطوات دي. اكيد طبعا زوجي اسماعيل عبد المولى وكنزي بنتي كنزي بنتي في اولى طب اسناني ما شاء الله دي كبيره شكلك مش باين عليكي خالص ربنا يكرمك انت عندك كم اولاد عندي كنزي وعندي اياد فير 9 وعندي زينه كي جي 2 ده كل الاعمار <applause> يعني الاكذوبه اللي البعض بيطلقها ان المراه علشان تبقى سيده اعمال ناجحه او تمارس عمل ده ممكن يكون بيبقى له تاثير سلبي على الاسره او ممكن ما تقدرش ان هي تعمل اسره الكلام ده غير حقيقي لا الكلام ده غير حقيقي طبعا اي انسان يقدر يعمل اي حاجه في الدنيا لو هو معتقد فيها وبيشتغل عليها الانسان عنده طاقه كبيره جدا تمام. بيوجهها وبيوظفها بشكل معين ولو هو اورجنايزد في التايم بتاعه يقدر يوفق ويعمل ده ويعمل ده بشكل كويس جدا جميل آه فكره النظام وفكره العمل آه والاهداف المحدده دي من العناصر اللي بتنجح اي شخص وتقدر ان هي توصله آه لحلمه آه عايزين بقى نشوف لمساتك الفنيه وانت طبعا موجوده معانا لازم تقولي لنا آه احنا عايزين آه موضات بقى في الديكور احدث الحاجات سنه 2023 خلاص هي على الابواب okay. إيه لو البيت صغير نعمل لمسات جميله ازاي من التاتشات اللي فيها اكسسوارز اللي هتكون موجوده معانا okay. هنستعرض مع بعض دلوقتي مجموعه من الحاجات اللي انت اشتغلتي عليها وعملتيها نتكلم عليها مع بعض okay. خلينا نبدا بايه هنبدا مع ايه الاباجورات مثلا انت ممكن نبتدي من نبتدي الاول بالفرنيتشر علشان هو البيزك بعد كده نكمل طيب. إيه الموبيليا بقى بتبقى أه عباره عن ايه معاكي بالظبط؟ بتبقى في الاول خالص عباره عن خشب بنبتديها من أي to يعني من الاول خالص هي خشب م. وبعدين ببتدي اعمل التصميم اللي انا عايزه اطلع بيه التصميم ده ببتدي احققه عن طريق ان انا بختار الماتيريالز والالوان والقماش وبعد كده بندخل في مراحل ان انا بختار شكل الدهان الاول طبعا دي اختيارات بعد كده لكن في التنفيذ طبعا الاول خالص بنشتغل على الخشب نفسه وهو كده سواء بقى هنعمله مثلا ذهب انجليزي، هنعمله ستايل فانتج في ستايلات كتيره جدا ما قولي لي بقى انتي بتنقي الستايل منين؟ هل في حد بيطلب ولا انت مثلا بتبقي متابعه الموضه او نقول مثلا اخر الصيحات ايه اللي انت بتطلعي لها المنتج شكلها بالظبط؟ في حاجات بنشطبها بتبقى لينا ومش بذوق كلاينت احنا مم. بنشطبها بذوقنا اوريدي وبتتباع لما بتكون طبعا شكلها حلو جدا مم. وفي حاجات برده بنعملها كاستمايز باي اوردر يعني افابل ان الكلاينت مثلا يطلب حاجه هي مش موجوده بكاستمايز ات عشانه ما فيش مشكله تمام. بنعمل كل ده لان الحاجه انت اللي بتعمليها فبتقدري تغيري فيها وتظبطي فيها طالما انا شايفه بصي الفريم اللي قدامنا اهو فيها الحاجات اللي موجوده عندك وانت بتبتدي تتعاملي معاها كلها احجام صغيره فكره الاحجام الضخمه القديمه دي بقت حاجه تقليديه ما بقتش موجوده كموضه آه دلوقتي ما بقتش موجوده لان ده كمان ستايل كلاسيكي فرنش ستايل فالستايل الفرنسي دايما اكتر ما بيكونش ضخم هو بيكون مم. معتمد على الدقه في القيمه طريقه الفانشينج مم. آه معتمد اكتر على لون الخشب هيتشطب ازاي لون الماتيريالز بتاعه القماش هتتعاقي الماتيريال لون السياتبل للقطعه دي تمام. ففي ديتيلز كتيره قوي هي اللي بتوصل البيس ان هي بتبقى مميزه جدا ما بقاش طيب. الحجم خالص بالعكس لانه بياخد من الكتله جامد صحيح والمفروض ان بيكون في تناسب ما بين الكتله والفراغ اللي حوالينا تمام طيب. هو في صور معانا موجوده بقى كمان للاكسسوارز للمخدات للحاجات وهي متشطبه يا ريت نجيبها علشان نعرف فكره تركيبه الالوان اللي هي بتقول عليها وان ممكن يعني شويه اكسسوارات بسيطه زي مثلا مخدات شراشيب الحاجات دي ممكن تعمل شكل جميل قوي تمام طيب. هو طبعا شغل العقدات الكوشنز ده بالنسبه لي حاجه مهمه جدا لان العقادات دي في منها حاجات بتبقى بوليستر جاهزه في السوق العقادات اللي هي بقى العقادة اللي هي زي الفرنشات والشراشيب والحاجات اللي بتكون نازله من الكوشنز في منها بيبقى مجدول مدفر كده ده اسمه سجة طبعا لما بيكون الحاجات دي بوليستر بتبقى يعني باينه ان هي ما بتقدريش توصلي بيها للهدف احنا بنعمل ايه وانس ان احنا بنجيب القماش بناخد منه أسقوصة بيبتدي يشتغل عليها العقاد بتاعنا على النول زي زمان هاند ميد من اي تو زي هاند ميد جميل. مش ماشينز خالص مم. بيشتغل على شعرات فتى لون القماش وده بيوصلنا لدقه فظيعه في ان احنا نقدر نوصل سواء فرنشات جميل. سواء شريط الجالون اللي بي بيركب الشريط بيركب على الصالون آه سواء العقادات الفرنشات البومبونز السجه حتى الكريستال كل ده بيتصبغ من لون القماش وبيتعقد ويتجدل كله هاند ميد آه خلينا نقول وانتي بتتكلمي عن الهاند ميد نقول معنى كده ان انتي معاكي مجموعه من العمال آه على درايه آه كويس قوي بالشغل الهاند ميد وعلى آه يعني مستوى عالي آه من الناحيه الفنيه زي ما احنا شايفين مع بعض الحاجات اللي انتي قلتي عليها آه مع انواع القماش هم بيقدروا يستوعبوا التفاصيل الدقيقه اللي قد يعني بعض الناس آه ممكن ما يكون يعني يكونوا مش واخدين بالها منها بنلاقي بعض الدفوهات البسيطه ونقول آه يعني التشطيب المصري ممكن يبقى فيه مشاكل انت بقى مع الـ الـ العمال اللي معاكي قدرتوا تتفادوا النقاط دي بالظبط الحمد لله هو الاستاف اللي معايا قوي جدا مم. وكلهم على قدر كافي من الخبره والمهاره مم. عندهم موهبه بيقدروا يترجموا الافكار ودي بالنسبه لي اهم حاجه لان ممكن حد يبقى موهوب ما يقدرش يترجم افكار المهندس يقدر اللي معايا فما نعرفش احنا الاثنين نوصل مع بعض م. لان مش كفايه فكري بس او ذوقي او تصميمي م. هو لازم الناس اللي بتنفذ تبقى بتواكب نفس الفكر ده علشان نقدر احنا الاثنين نوصل م. في الفانشينج اللي احنا عايزينه صحيح طب خليني اقول لك برده انه قد يكون في الاسعار اللي احنا فيها بقى دلوقتي وموضوع الدولار والناس اللي ممكن تكون عايزه تعمل ديكورات ممكن تقول الحاجات دي يا ترى ممكن تتعمل ليها بديل مثلا معظمها حاجات مستورده فهتبقى القطعه غاليه جدا م. يعني فممكن تعمل لها مثلا بدائل حاجه ممكن تبقى مصري حاجه تبقى ابسط شويه تخلي سعرها يعني احنا عندنا مثلا انواع اقمشه ممكن تكون موجوده عندنا ممكن نتصرف فيها ازاي؟ ممكن ساعتها بنقدر نبدل في, حي في بعض الحاجات اللي مش هتاثر على حاجتين الجوده او الفنش لان دول مم. اكتر حاجتين الكلاينت مهتم بيهم يعني انا لو البيزك عندي خشب مثلا زين فانا لو بدلته بحاجه تانية اضعف ما هيفرق برده على اللونج ران على قوه طبعا. تحمل القطعه مم. تمام لكن انا لو مثلا ممكن اعمل ريبليسمنت لقماش في بديل ليه مصري بنفس الكواليتي مم. او مثلا يعني مش نفس الكواليتي اقل حاجه بسيطه بس ما تاثرش مم. ونفس الالوان يقدر يوصلني للتصميم يعني لو هعمل حاجه بليسي ما اقدرش اعمل بليسي من اي ماتيريال البليسي بيتعمل من ماتيريالز معين تمام لو هعمل كابيتوني نفس الكلام مم. فطبعا انا لازم دايما بدخل جوه الحاجه اللي هتحقق لي ده مم. قدر المستطاع بوصل بيها لاكتر حاجه في السعر تكون مناسبه. عشان تبقى ليها قيمه كمان فنيه بالزبط. ما تبقاش مجرد موبيليا موجوده في بالزبط. البيت احنا بنتكلم احنا كمان مش بنتكلم ان احنا هنفرش البيت كله كده ده احنا ممكن مثلا تبقى كورنرز مثلا او بعض الاكسسوارات اللي بتبقى ليها قيمه بتدي منظر ومن الحاجات اللي بتدي مناظر جميله قوي بقى وممكن تغير الشكل الشابو بتاع الاباجورات الاباجوره طبعا من الحاجات الكلاسيك الجميله جدا اللي بتبقى موجوده في معظم بيوتنا لكن فكره الشابو ممكن ان هي تغير المنظر خالص وانت بقى تفننتي في موضوع الشابوه ايه بقى ربنا يخليك قصه الشابوه لا الشابوهات دي ليها قصه لو هتطرق ليها من بدايتها فهو اكتر حد ساعدني في موضوع الشابوهات باشمهندس محمد سعد هو مش موجود دلوقتي ان شاء الله يبقى موجود بعد كده هو اكتر حد ساعدني في قصه الشابوهات لان هو اكسبيرينس جدا فيها طبعا التصميمات وازاي الكالرز بعد كده ان انا اطور بقى فيها علشان تتحط في كوانات مثلا يبقى الفرنيتشر مش جاست مثلا صالون محطوط او لاف سيت محطوطه كده لا يعني بتتعمل لها حاجتها كامله لازم يحصل ماتشنج كده ما بين الاكسسوارات بالظبط يعني ممكن نحط لها مثلا الاباجوره تبقى ليموج في ناحيه الليموج ده من نفس الكالر بتاع مثلا السيت والشابو من نفس الكالر ممكن يبقى اوبيسون ممكن يبقى تشيفون ممكن يبقى دربي ممكن يبقى بليسيه وبنركب له كريستال وسلاسل حرير بس بنحاول نعمل افكار اوت اوف ذا بوكس وتبقى جميل. ماتشنج قوي مع الستايل الكلاسيك ومع الكالرز طبعا بتاعت الفرنتشر يعني ما احسن زي ما احنا شايفين ان ممكن يبقى في جوبلان زي ما انت قلتي ممكن يبقى في اوبيسون يعني حاجات مش تقليديه حاجات ممكن تبقى تقيله لان هي لوحدها كانها تابلو تمام مع بقى الشراشيب والحاجات اللي عليها الكريستال يعني. وسلاسل الحرير <applause> وفي حاجات كتيره زي دي مثلا لا اللي قبلها كنا كن عاملينها مثلا بال... بالجبير الفرنسي الابيسان والجبار فطبعا ده بيخلي القطع ريتش جدا وبتحبي حاج... تشتغلي بالنحاس برضو اه النحاس طبعا ده يعني ناس مهمين جدا بصراحه بيساعدونا في قصه النحاس و... وكتصنيع بيصنعوا كواليفايد جدا مم. نحاس صافي أه صب تقيل بكواليتي معينه عليه نقوش ممتازه لمبدرات ونجف بليك واباجورات فعلا بيفرق جدا في الستايل الكلاسيك وده من الحاجات اللي احنا مش مضطرين ليها للنحاس المستورد قوي فده برده من الحاجات اللي ممكن بيتعمل لها تبديل افكار جميل. وبيطلع تحفه جدا لان برده الشابو بيحيي اكيد فالشابو أكيد. هو عليه تقريبا 80 او 90% مم. من ان الاباجوره تبقى شكلها حلو جدا وتبقى ماتشنج مع الفرنيتشر جميل قوي أه يعني خلينا نقول ان اي حد بيتعامل مع هذه النوعيه من الاعمال اليدويه بيبقى دايما شغله شاغل موضوع التسويق يمكن انت اشتركتي في ديارنا تمام تمام وعرضتي في ديارنا وكان من المعارض الموفقه قولي لي بقى على تجربه التسويق ولجات المين وديارنا فادتك بايه ووزاره التضامن هل مثلا في مساعدات معينه تعاملتي معها ولا لا؟ آه هو طبعا انا احب حي دكتور نبيل القباشي وزيره التضامن الاجتماعي مهندسة لوسي سكرتيره علشان هم يعني ترشحهم للموضوع آه كان مختلف جدا آه فعلا المعرض كان موفق الحمد لله آه وابرزنا فيه كميه شغل باين فيها الفن الحمد لله آه المعرض طبعا آه طلعت بيه ناس جميله جدا آه الحمد لله كان كان موفق يعني من ضمن المعارض اللي حسيت فعلا ان هي ليها آه واجهه مؤثره في شغل الديكور. جميل قوي ده حاجه رائعه آه طب خلينا برضو احنا معانا في الصور حاجات آه زي ما بنقول فيها اكسسوارات نجيب صور الاكسسوارات بقى كلميني عن آه لما قطعه زي دي مثلا آه لما نحب نستعملها تتحط ازاي تتحط فين هل هي لوحدها في حيطه كبيره آه ساده؟ آه آه ايه بالظبط؟ دي شابو، يعني اللي فاتت دي ستايل ليموج بيبقى ماتلي 24 ذهب 24 ده, 24 ده, ده الستايل الفرنساوي السافر والليموج دي حاجات طبعا مستورده مش تصنيع مم. بس هي من الاكسسوارز ممكن تعلقي على الصور اللي بتتعرض على اساس ان هي من القطع اللي فيها نحاس وفيها مم. اه, تمام. آه طبعا ده شغل الكريستال في النحاس ده نفس الشغل اللي بقول حضرتك عليه ان الورش اوريدي هي بتشتغل نفس الشغل ده فده ده من كل ده مصري كل, كل ده مصري اه مصريه اه جميل. لكن طبعا جميل. الليموج والسفر ده حاجه ثانيه ده فرنسي بالظبط آه الشابوهات اللي كانت معروضه قبلها اللي عليها صوره آه برنسيس فرانسيبي ده كان شابو آه معمول على توال والماتيريالز بتاعته قطيفة وكله سلاسل حرير وورد جبار لا قولي لي انا ازاي اعمل كوان؟ يعني ازاي مثلا خصوصا ان احنا البيوت اليومين دول بقت حجمها صغير مش زي مثلا زي مرايه زي دي البيوت بقت حجمها مش كبير زي زمان او الحيطان ممكن السقف يبقى واطي شويه ازاي م. ممكن اعمل كوان؟ ازاي اركب تركيبه مثلا صالون صغير او حتى لو كرسيين بس مع تابلو مع اباجوره اركبها ازاي دي اول حاجه اخلي البيز بتاعي في الحيطه فاتح طيب. ما تماما لاي الوان او اي حاجه تبقى فيها ديتيلز لان انا لو قفلت الحيطان بديتيلز مم. انا ما فرصه ولا للفرش ولا للسجاد ولا لاي اكسسوارز الدنيا هتبقى زحمه جدا اه وهتبقى دوشه العين مش هتكون مرتاحه تاني حاجه محتاجه ان انا اختار المكان المناسب والحجم المناسب اللي حواليه فراغ يظهر القطعه تالت مم. حاجه بلجأ دايما للقناة الصغيره آه بلاش كنبه واربع كراسي بلاش نكون تراديشنال لازم نعمل نفس الريولز القديمه صحيح لا ممكن نفكر بفكر تاني شويه ممكن احط مثلا كنبه مش كبيره ومعاها اثنين فوتي او اثنين شوفيز مثلا ومعاهم اه تمام مم. وممكن مثلا معاهم بانكات بطريقه معينه لاف سيت بطريقه معينه بكورنر ما يكونوش محطوطين كانهم مرصوصين يعني مم. دايما نرص الحاجه واخده كيرف واخده كورنرز مش محطوطه مرصوصه على الحيطان لان ده بيفقد زاويه الجمال اللي انا بشوف بيها القطع. تمام كذلك ببتدي نفس الكلام وانا بفرش السجاد وانا ببتدي احط اي كوشنز لو كوشنز الارض تتحط مع نفس الزاويه برده ما تتحطش عدله لو انا بحط برده ترابيزات سايد او سنتر تيبل مثلا وبحط عليها اباجورات فانا قدامي ان انا احط مثلا تو سايد عليهم مثلا اباجورتين بشابوهات او ان انا احط لمبادير اللمبادير ده آآ آآ الشابو بتاعه بيطفي اضاءه لايت خافت على الكنبه والكراسي جميل جميل ف... لكن مش وده يعني فكره ان الشباب لما ممكن يحبوا فكره الديكور الحديث الحاجات المودرن المودرن <applause> يعني بص الشكل الجمالي اللي احنا شايفينه ده ممكن ان هم يقولوا لا مش عملي ما ينفعش اذا ما احنا شايفين مثلا في يعني على قد جماله يقول لك لا مش عملي طب ده هيشيل مين ولا مين احنا عايزين ليفنج مثلا حاجه امريكان حاجه تبقى سوفت وعريضه وفي فايه رايك في الموضوع ده ده ليه استخدامه وده ليه استخدامه مفيش حاجه بتغني عن الثانيه لكن لو انت المكان عندك افالبل وانت بتحبي الشياكه فانت لازم هتفرشي كلاسيك وممكن تستعيني ببيس آه مودرن ولتكن مثلا في اللافنج او لو مفيش لافنج منفصله في كورنر من الريسبشن ففي الحاله دي بتقدري تجمعي بين ده وده وفي حاجات زي النيو كلاسيك بتقدر تجمع بين راحه المودرن وشياكه وستايل الستيل الى حد كبير. يعني في في ممكن ممكن طبعا ستايل معين مثلا لو ريسبشن مفتوح على بعضه ممكن استعمل حاجه مودرن وحاجه كلاسيك جنب بعض؟ ممكن بس هتبقى مش جنب بعض على طول في كورنر م. شويه وتبقى مور ماتشنج معاها اكتر م. في الستايل وفي الالوان يعني ما تكونش مثلا مودرن قوي يعني ما تكونش مودرن قوي طالما شي... هما مفتوحين آه على بعض وباينين. يعني هتبقى آه. حاجه قط كده حاجه تكسر البصر بما احنا بنتكلم على المجال الفني يبقى على الاقل في الالوان الوان شبه ماتشن بعضها في الالوان وفي الستايل شويه يعني النيو كلاسيك بيجمع بين راحه المودرن وستايله ومايل شويه ناحيه الستيل مم. او الكلاسيك فبقدر ان انا اجمع بينهم تمام لكن لو مودرن مودرن خالص بحسه ان هو قد قوي لو هو اللي لازق فيه الاثنين متشافين جنب بعض مم. لكن لو هو في كورنر لوحده او في مكان مقفول عليه صحيح. فخلاص كده تمام انا جمعت وحققت الفكره اللي انا عايزاها وجمعت بين الراحه والشياكه مم. في كل كوان لوحده وما اثرش على المنظر خالص ما بقاش قد جميل جميل آه خلينا برضو نقول احدث الالوان بقى لو اتكلمنا مثلا عن المفروشات آه لون المفروشات آه الوان آه الستاير آه من سنه لسنه كده بيبقى فيه لون هو الملك. هو اللي بيظهر مم. هو اللي بنلاقيه في معظم بنلاقيه المف... في, بنلاقي في الفرش بنلاقيه فنقول ايه اللون الملك السنه الجايه بقى يوم, يوم 23 بالنسبه لل... للستيل بالنسبه للمودرن كل الالوان <applause> هو المودرن دايما بيلعب مع كل بيلعب الالوان من كل الالوان اه يعني <applause> هو المودرن انت بتحسيه اكتر لما بيكون فيه كلرز كتيره قوي مم. لكن صحيح. الستيل الستيل دايما لازم نقول ان ليه بيز ما اقدرش ابعد عنها بس ازود عليها بمعنى أنا في الستيل لازم أفضل دايما في الألوان اللي ما بتبطلش اللي هي إيه؟ البيجات والكافيهات بدرجاتها وبعدين أبتدي أزود عليها دي ألوان بيزك لو أنا بعدت عنها ما بعرفش كمان أركب عليها حاجات تانية تعمل كونتراست. البيج والكافيه. أوكي. دي الألوان الأساسية؟ دي الألوان البيزك بتاعة الكلاسيك. أوكي. ببتدي بعد كده أضيف بقى مثلاً بعض الالوان الاخضر او النبيتي بس درجات معينه في ماتيريالز معينه بتوصلي الاحساس اللي انا عايزاه ما بين الفخامه وان تبقى كالرفل وما بعدتش برده عن ستايل الستيل طب مثلا حاجه زي الابيسون مثلا ممكن بنلاقي الكنبه كلها او قطعه الابيسون كلها لونها كحلي او لونها اوليف مثلا لونها زيتي او لونها نبيتي دي نتعامل معاها ازاي عشان ما تبقاش زحمه قوي في الالوان هو انا بفضل انا عن نفسي بفضل ان الاوبيسون مش معنى ان انا عندي طقم اوبيسون يعني لازم احطه كله على كل الكنبه وكل الكراسي لا بحس ان هو ممكن يتوظف ويبقى شيك قوي بس مش لازم احط الطقم كله م. بمعنى مثلا لو انا عايزه احط خصوصا لو لونه غامق يعني لو درجات غامقه نبيتي كحلي بترولي جنزيري آه، كل الدرجات دي في الابيسون شيك قوي بس مثلا اعملي الظهر مثلا منها مم. والقعده مثلا بليسيه القعده كابيتوني الا... القعده عاديه خالص والجزء بتاع الشلته بنسميه صدر الشلطة يتعمل مثلا بليسي من نفس مثلا آه اللون يعني آه يتعمل برواز بس كده يتعمل منه كنار سمين. من المنقوش في الاوبيسون والباقي يبقى سادة آه لكن احس ساعتها بتست الاوبيسون زودي كوشنز مثلا اوبيسون من نفس الكالر او مم. كوشنز من نفس السيدة وحطي فيها تطعيمات بسيطه من نفس الكوشنز من نفس اللون الاوبيسون اللي في الظهر ولكن علشان نعمله كله كامل بيبقى مش لطيف ممكن صحيح. نعمل حاجه كمان مم. نعمل الظهر مثلا كاني بما انه اوريدي ستايل كلاسيك كاني ونعمل القعده هي الاوبيسون وندي للكاني سنة باتينا أو ترابة كده بتدي سنس رقيق قوي بيبقى مدي إحساس الحاجات الأنتيك أيوة. وفي نفس الوقت ما بيكونش الرسم too crowded يعني مم. فوق وتحت يعني كلام جميل قوي قدمنا موضات جميله قوي وقلنا تفاصيل جميله بنتمنى ان هي تكون فادتنا كلنا وانا عاشت كده خيال ويعني نقول فكر اللي بيحاول يغير ديكورات او بيحاول يعرف الموضه الجايه ايه انا بشكرك جدا ونورتين النهارده مهندسه الديكور هبه امين شيء لطيف جدا التفاصيل الجميله اللي انت قلتها لنا بنشكرك وبنقول لكل الساده المشاهدين يعني ان شاء الله عام سعيد جديد قرب خالص يعني يكون يكون موجود فالموضات دايما هنتابعها سواء اذا كانت في الديكور في الازياء احنا بنحب دايما من خلال طعم البيوت نقدم لكم احدث الموضات فتابعونا دايما